عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. تنظر الشمس هوت قبل النغار، حيث ساق العرش أحناه انكسار. دفع الطاغي عليها باب نار، ودماغا صبغت كل مكان، ودماغا صبغت كل مكان. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. ويا يوم جمعة، شوفوا، لا سمعوني، اليوم يوم جمعة، يوم إمام زماننا سلام الله عليه، وإحنا بهالظروف وبهالأوضاع أريد نسولف مع إمام زماننا سلام الله عليه عما جرى على أمه الزهراء سلام الله عليها. فمن أريد جواب يا صاحب الزمان، أريد الكل يجاوبني. قصيدة جديدة للشاعر الكبير علي عسيد العاملي، أريد نقرأ لكم إياها جزاكم الله خير. من نوصل المكان الجواب الكل يجاوبني يا صاحب الزمان. تنظر الشمس هوت قبل النغار، حيث ساق العرش أحناه انكسار. دفع الطاغي عليها باب نار، ودماغها صبغت كل مكان، ودماغها صبغت كل مكان. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. تنظر الشمس هوت قبل النغار، حيث ساق العرش أحناه انكسار. دفع الطاغي عليها باب نار، ودماغها صبغت كل مكان. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. شلون جواب هذا؟ يا صاحب الزمان. سيدي عذرا هنا صب الدموع، فدماء الصدر ظلت في الجذوع. وعلى جدرانها نزف الضلوع، وعلى أعتابها خير بيان، وعلى أعتابها خير بيان. يا صاحب الزمان، أيها الليث أصبرا في العرين، ونيوب الكفر أبداها اللعين. دفع الزهراء لذا طاح الجنين، أم قضى من رفسة العبد الجبان، أم قضى من رفسة العبد الجبان. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب. صرخت يا أبتي إذن اللئام، حاصروها فهوت فوق الرغام. ضربوها منعوها من قيام، لتصون البعل من للدين صان. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. فدع الغمد وقم دون انتظار، ولترضى فاصبغ الأفق احمرار.
إنهم بالحبل جروا ذا الفقاع فدع الغمد وقم دون انتظار ولترضى فاصبغ الأفق احمرار إنهم بالحبل جروا ذا الفقار حاشر الرأس يراه الحسنان حاشر الرأس حاشر الرأس يراه الحسنان يا صاحب الزمان سيدي نهضا ففي المتن نزيف سيدي نهضا ففي المتن نزيف تشتكي من قسوة السوط العنيف في ربيع سقطت لا في الخريف آه ماتت بنت عشر وثمان آه ماتت بنت عشر وثمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة قلنا خطب سيدات البيت النبوي خطب سيدات البيت النبوي بها مضامين طبعا السيدة فاطمة الكبرى الصديقة الكبرى السيدة زينب السيدة أم كلثوم السيدة فاطمة الصغرى عندهن خطب ما يجمع بين هذه الخطب أنها تتضمن مضامين دينية واحد هاي المضامين الدينية تقوم على ركيزتين العقائدي والتشريع البارحة بينا اثنين هاي الخطب فيها مضامين اجتماعية فيها مضامين شنو والبارحة بينا أهمية الجانب الاجتماعي وأمير المؤمنين بين قوسين خلينا التعبير أنطع قاقير لإصلاح المجتمع إذا شنو إذا فسد هذا المجتمع شلون نصلحه البارحة كم أمر بينا أربعة إذا يتذكر الإخوة أربعة من نهج البلاغة لمولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه زين الدور البارحة آخر البحث شو قلنا قلنا خصوصا في كلمات السيدة فاطمة الزهراء في خطبتها سلام الله عليها هم تشير إلى الجانب الاجتماعي شوفني وبنفس الوقت راح يدخل المضمون التاريخي الى جانب المضمون الاجتماعي وبذلك راح يشكل هذا الامر ثروه علميه هائله نستفيد منها لحاضرنا ومستقبلنا وهذا من البارحه بيناه هسه خلوني اقرا لكم بالدقه كلمات البضعه الزكيه سلام الله عليها اللي يتداخل بها الجانب الاجتماعي والجانب شنو التاريخي شو تقول الصديقه الكبرى وياي الأحبة هذا اللي تقول الزهراء عليها السلام تقول وكنتم على شفا حفرة من النار شلون واحد مذقة الشارب اثنين ونهزة الطامع ثلاثة وقبسة العجلان هيك كنتوا أربعة وموطئ الأقدام هذا كله قبل منه قبل مجيء منه النبي هذا كله تقولهم ايش انتوا قبل لا يجي ابويا زين وموطئ الاقدام تشربون الطرق وتقتاتون الورق اذله خاسئين تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد هذا بالدقة اللي قالت الصديقة الكبرى سلام الله عليها فهي من جانب طبعا بهاي الفقرات وغيرها مثلا قلت لكم الزهراء لما تقول العدل تنسيقا للقلوب هاي تشير إلى جانب اجتماعي بالعدل تنسيقا للقلوب باوع لعيوني أنت حبيبي أنت
الزهراء لما تتكلم عن الصلاة تنزيها عن الكبر جانب اجتماعي، الزهراء لما تتكلم عن العدل تنسيقا للقلوب. طبعا هسه هنا هم اكو قضية، وهذا هم الجانب ذكرناه الآن، هم يشير إلى جانب اجتماعي وجانب تاريخي. هسه هاي فقرة العدل تنسيقا للقلوب تذكرني بشيء، أنه إجا الإسلام غير، الإسلام إجا شنو؟ غير. شلون غير؟ هنا أنا أقدر أطرح بحث بطابع حداثة، بحث حداثي جديد. شنو؟ التغيير الاجتماعي بشكل عام والتغيير الاجتماعي الإسلامي بشكل خاص. والله أرجوكم التفتوا لي، راح أسهل الأمور إن شاء الله تعالى، بس هذا بحثي هواي حلو. التغيير الاجتماعي، والبارحة سولفنا عن العقاقير اللي تصلح المجتمع إذا فسد من أجل البلاغة، هذا إذا نضيفه هواي راح تكتمل الصورة عن نظرتنا للمجتمع. وإحنا الآن أكو عندنا بعض المشاكل في المجتمع، فطرح هاي المواضيع هواي مهم، حتى هاي الجهود اللي قاعد تبذل لإقامة مجلس ما تضيع، يكون أكو بيها نتيجة، أكو بيها إيصال فكرة. التفتوا لي، أكو فد موضوع مهم عنوانه التغيير الاجتماعي. أكو تغيير اجتماعي بشكل عام نقدر نسولف عنه بنقاط، وأكو تغيير اجتماعي إسلامي نسولف عنه بشكل خاص، وهم عبر نقاط، ذاك عام هذا خاص، ذاك عبر نقاط هذا عبر نقاط. أجل التغيير الاجتماعي بشكل عام، التغيير الاجتماعي ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها مكان ولا يخلو منها زمان، وهو مساوق للوجود. ما دام أكو وجود يعني أكو تغيير، ما دام أكو وجود يعني أكو شنو؟ تغيير. ظاهرة اجتماعية طبيعية أن يصير تغيير. زين. ويستدل على التغيير الاجتماعي بوجود الحالة السابقة والحالة اللاحقة. لو ما صاير تغيير يصير سابق ولاحق؟ لو ما يصير، ما يصير. فأنت لما تقول سابق حالة سابقة وحالة شنو؟ لاحقة، خو لابد الحالة اللاحقة صار بيها تغيير، ولهذا صارت شنو؟ من بعد السابقة. زين، هذا نقطة أولى بالتغيير الاجتماعي بشكل عام. نقطة ثانية، عنوان التغيير الاجتماعي عنوان جديد طرحه عالمان غربيان في القرن 19 الميلادي. احنا الآن يا قرن ميلادي 21، هذا العنوان طرح بالقرن 19، حيث قام عالمان غربيان بدراسة أسباب الثورة السياسية أو الثورات السياسية في فرنسا والثورات الصناعية في إنجلترا. ليش صار هذا التغيير اللي سبب تغيير حكم، تغيير بالنظرة للدين، تغيير بالنظرة للأخلاق، تغيير بالنظرة للحكم؟ هاي التغييرات ليش صارت درسها وأسبابها؟ فسموه أسباب التغيير الاجتماعي. باوع لعيوني أنت، واضح الكلام يا ولا؟ زين، هذا فشي مختصر عن التغيير الاجتماعي عبر نقطتين بشكل عام. أكو عندنا تغيير اجتماعي إسلامي بشكل خاص. هذا التغيير الاجتماعي الإسلامي أبين أهم من خلال شنو؟ نقاط. النقطة الأولى، أنا ما أريد أتعب الأحبة بس هاي أبحاث مهمة. التغيير الاجتماعي الإسلامي ينطلق بالنصوص دينية مقدسة، يو واردة بالقرآن الكريم، يو واردة بالسنة النبوية، يو واردة بأحاديث وروايات آل البيت عليهم السلام. واضح الكلام يا ولا؟ يعني مثلا لما القرآن الكريم يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى، أن تؤدوا، يأمركم أن تؤدوا الأمانات. إن الله يأمر بالعدل، نص واضح صريح يسبب تغيير اجتماعي لو ما يسبب. إن الله يأمر بالعدل، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تعاونوا على البر، وكلها نصوص تسبب شنو؟ تغيير بالمجتمع. طبعا تسبب تغيير بالمجتمع إن طبقت. مهسة خاف واحد من الشباب المثقفين يسمعني يقول لي هذا حكيك حلو، الإسلام به هيك كلش حلو، عدل تؤدوا الأمانات، وحكي كلش حلو، بس وين بالمجتمع؟
أقول وين بالمجتمع صوتش النظرية لو يطبقوها. أنا ما قاعد أحكي عن تطبيقها، أنا أحكي عن أصل النظرية. هسا يبقى هاي النظرية يطبقوها الناس ما يطبقوها، هذا بعد شأن آخر نسولف فيه بوقت آخر إن شاء الله تعالى. الآن خليني أسولف عن أصل النظرية، مو عن تطبيقها وعدم تطبيقها بالشارع. عن أصل النظرية، التغيير الاجتماعي في الإسلام. واحد يؤخذ من نصوص، دي هاي نقطة أولى مهمة جدا، التغيير الاجتماعي يؤخذ من نصوص دينية مقدسة معصومة، إما في القرآن الكريم يو وين يو بالسنة النبوية الصحيحة يو بروايات الأئمة الأطهار عليهم السلام جزاكم الله خير. شوفني عيوني باوع لي حبيبي، هاي النقطة الأولى المهمة اللي أريد ألفت نظركم إليها. النقطة الثانية، النقطة شنو اللي قام بهذا التغيير الاجتماعي الإسلامي من خلال هاي النصوص اللي ذكرت لكم بعضها؟ محمد وآل محمد. وقبل قليل قرأت لكم كم فقرة منين؟ من خطبة الزهراء، شلون كنت أو كيف كنت وشلون صرت. هاي كيف كنت وشلون صرت من خلال من وشلون صرت؟ هو من خلال النبي صلى الله عليه وآله، هو شاد راية التغيير صلى الله عليه وآله، ومن خلال أئمة آل البيت عليهم السلام. هاي هم النقطة الثانية المهمة اللي أريد أطرحها بالمنظر. شوف قاعد أبين بسرعة، ما قاعد أطول بالحكي حتى أرجع الأصل بحثي أرد أكمله. زين، النقطة الثالثة، التغيير الاجتماعي في الإسلام إلى مجالات يوم ما إلى مجالات؟ نعم إلى مجالات. هاي النقطة الثالثة، إلى شنو؟ شنو مجالاته؟ المجال الأول الإنسان المسلم، الفرد المسلم أو الفرد الإنساني المسلم، هذا اللي نظر للشيوعي كاقتصاد، ونظر للرأسمالي كاقتصاد، ونظر للاشتراكي كاقتصاد، ونظر لفرويد كغريزة جنسية. اجى الإسلام قال هذا الإنسان ننظر لك جسم وكروح، كظاهر وكباطن، كماديات وكمعنويات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم يو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. يا أيها الإنسان إنك كادح، يا أيها الناس إنا خلقناكم، يو آيات أخرى كثيرة. فنظر لجانب مادي وجانب معنوي، جانب بدني وجانب روحي، ظاهري وباطني، جارحي جوانحي، شتعبر عبير. فما نظرنا من زاوية واحدة كما نظرنا الرأسمالي الإنسان. إذا رتبت له اقتصاده ارتاح، لا أموتش الإنسان بعض الأحيان اقتصاده زين بس نفسيته ما مرتاح فينتحر مثلا. ولا هكذا الشيوع اقتصاد، ولا هكذا الاشتراك اقتصاد، ولا هكذا فرويد جنس، ولا هكذا بقية النظريات المطروحة بالإنسان. نظرية الإسلام شاملة كاملة. أقول مجالات التغيير الاجتماعي في الإنسان مرة تتوجه للفرد المسلم تبنيه من حيث الظاهر والباطن، ومرة تتوجه للمجتمع المسلم الموحد، مرة للفرد تبني، مرة للشنو تبني؟ من خلال تغييره، وإحنا في التغيير الاجتماعي، من خلال تغييره من الأسوأ إلى الأحسن. مرة النظرية الإسلامية تتوجه للمجتمع تبني مثل ما البارحة بينت من خلال أربع أمور أمير المؤمنين طرحهن لإصلاح المجتمع وتغييره نحو الأحسن. دشوفني. طبعا أكو عدة، الإسلام هم يعتقد أكو عدة ظروف تخلي تغيير يصير عند الإنسان، بفكرة، طريقة تعامله، بأمور أخرى، بعقيدته. بعض هاي الأسباب اللي تخلي الإنسان يصير عنده تغيير اقتصادية، بعضها سياسية، بعضها وهلم جرة ثقافية، بعضها كل هاي الأسباب تأثر.
في التغيير الحاصل للإنسان. هاي هم نقطة ثالثة. نقطة رابعة، تعبنا احنا بعدنا بأول البحث ولا ما تعبنا إن شاء الله؟ نقطة رابعة، أكو أهداف للتغيير المجتمعي الإسلامي؟ أكو أهداف؟ الإسلام خلى أهداف يوم ما خلى أهداف للتغيير؟ للتغيير أكو أهداف للتغيير يوم ماكو أهداف؟ يعني مثل ما أكو مجالات للتغيير قلنا نعم، مجال فردي ومجال مجتمعي، أكو أهداف للتغيير بالإسلام؟ التغيير الاجتماعي أو المجتمعي يوم ماكو أهداف؟ نعم أكو أهداف. شنو الأهداف؟ سجل يمك واحد، بناء الإنسان من خلال مجتمع مؤمن. هذا المجتمع المؤمن واحد يعرف ربه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له ولم يكن له شنو؟ كفوا أحد. اثنين عبادته، معرفته عبادته. فبناء الإنسان معرفيا وعمليا، وبناء مجتمع مؤمن من خلال بناء الإنسان، لأن هو بناء هذا الفرد وبناء هذا الفرد وبناء هاي الفرد وبناء ذيك الأسرة وتغيير هاي الأسرة راح يخلق مجتمع شنو؟ مؤمن. فاللبنة الأولى للمجتمع هي الأفراد، بالنتيجة الأفراد، بناء الأفراد يبني مجتمع. زين، فأول هدف من أهداف التغيير الاجتماعي في الإسلام بناء الإنسان، من بناء الإنسان على مستوى المعرفة وعلى مستوى العمل، وبذلك نبني مجتمع مؤمن. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، بناء الإنسان من خلال إيجاد مجتمع من بعد ما يكون مؤمن، مجتمع عالم. مجتمع شنو؟ عالم، يعني عنده وعي، عنده ثقافة، مو مجتمع خرافي جاهل متخلف، لا، عالم. مجتمع عالم شلون يعني مجتمع عالم؟ شوف القرآن يقول نون والقلم، هو لما يقول نون والقلم يحلف بالقلم، القرآن قاعد يشجع على العلم لو ما يشجع، لما يحلف بالقلم، بالقلم يقول والقلم وما يسطرون، قاعد يشجع. لو الإسلام لما يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، لو الإسلام لما يقول اقرأ باسم ربك، لو الإسلام لما يقول مثلا خلق الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه، أو الإسلام لما يقول خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتتنزل الأمر بينهن لتعلموا سبع سماوات سبع أراضين يتنزل الأمر لتعلموا، حتى مجتمع عالم. ولهذا الإسلام مجتمع جاهل ما يريد، مجتمع أمي ما يريد. شوفوا النبي شنو سوى بالأسرى صلى الله عليه وآله، قالوا نطلق سراحهم إذا الأسير علم كم مسلم شنو؟ القراءة والكتابة. يعني النبي أول من حارب الأمية صلى الله عليه وآله، كان يحارب الأمية. فبناء مجتمع، أهداف التغيير الاجتماعي في الإسلام بناء مجتمع مؤمن واحد، بناء مجتمع شنو؟ عالم. ولهذا شوف النبي يقول اطلب العلم ولو بالصين مثلا، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حتى مو بس مسلم، حتى المسلمة ممكن تتعلم. ولهذا شنو المشكلة اللي بنيها تدخل جامعة؟ لو تتخصص بالطب يو بالهندسة يو بغيرها، إذا محافظة على عفافها وشرفها وأهلها مربيها، شنو المشكلة يعني؟ شنو المشكلة يعني؟ مو انت اذا تمنحها وبعد كم يوم واحد زوجته تمرضت يو بنته تمرضت يو ولدي يوديها للمستشفى وماكو بنت تعالج، شلون؟ خلت تتعلم. هذا الهدف الثاني، بناء مجتمع عالم. ثلاثة، بناء مجتمع عامل، بناء مجتمع مؤمن، بناء مجتمع عالم، بناء مجتمع عامل. الإسلام ضد الكسل. يا رسول الله، تقول عن النبي بسرعة، يا رسول الله احنا نشتغل وعندنا أخو عابد من الصبح لليل يصلي ويقرأ قرآن. النبي قال هم وعيشته،
هو متزوج؟ قالوا لي. قالوا معيشته؟ قالوا لا علينا ما يشتغل بس يصلي. قالهم كلكم خير منه، انتوا احسن منه. كون يشتغل هذا، كون يشتغل يعيش اهله. الكاد على عياله كالمجاهد كالمتشحط بدمه في سبيل الله، كلكم احسن منه. هذا اللي يعبد كون يشتغل يخلي فرصة للعمل، إيجاد مجتمع عامل حرك نشط. وقل اعملوا فسير الله عملكم، إذا قضيت الصلاة فانتشروا. فانتشروا شو تسوون؟ تفترون بالشوارع يعني لو تشتغلون؟ تشتغلون. ابتغوا انتشروا وقل اعملوا. فهي الآيات كلها نشاط، ماكو كسل. إيجاد مجتمع شنو؟ عامل. أنا شفت بالروايات مضمون رواية ما مضمونها هسه، إذا الأحبة يلتفتوا لي، شفت بالروايات رواية ما مضمونها، يقول للإمام إيدي بعد ما يشتغلن يا ابن رسول الله، إيدي تعبن مو مال شغل. الإمام يقول له تقدر تشيل شيء على راسك؟ قال له نعم. قال له اعمل بهذا الشيء. إي والله رواية أنا شايفة رواية. يقول له راسك تقدر تشيل عليه شيء؟ قال له إي. قال له خلي شيء على راسك واشتغل ولا تمد يدك للناس. اشتغل. إيجاد مجتمع عامل مثل ما إيجاد مجتمع عالم، مثل ما إيجاد مجتمع مؤمن. إيجاد مجتمع عامل. بعد هسه ثلاثة أربعة، إيجاد مجتمع عادل. إن الله يأمر بالعدل لتعارفوا في آية أخرى. إنما المؤمنون أخوة في آية. إيجاد مجتمع عادل، سود العدالة. أنا هذا شنو جابني على هذا البحث؟ التغيير المجتمعي العام والتغيير المجتمعي الخاص بالإسلام ومجالاته وأهدافه ونقاط تتعلق به. الجابني على هذا الموضوع قول الزهراء اللي به مضمون اجتماعي: العدل تنسيقا للقلوب. تقول الصديقة الكبرى: واحدة من أهداف التغيير المجتمعي أو الاجتماعي في الإسلام إيجاد مجتمع عادل. نقطة راس سطر. إيجاد العدل تنسيقا للقلوب، تقول الزهراء عليه السلام. أقول هسه شاب قلبه محترق، هنا أنا قاعد يمي بالمجلس ويتابع التلفزيون، قلبه محترق بهذا الوضع السيء اللي إحنا به، واللي يوم بعد يوم يروح للأسوأ مو للأحسن مع الأسف. يقول شيخنا أنت وين تحكي؟ إيش قاعد تسولف؟ وين العدالة هذا؟ أقول أنا قاعد أسولف عن نظرية مو تطبيقها. أصل النظرية، لما النظرية ما يطبقها المسلمون هاي مشكلتهم مو مشكلة النظرية. أنا أسولف عن النظرية اللي راح يحققها إمامنا عليه السلام لما يظهر يملأ الأرض. شنو؟ شوف شوف، هذا تغيير مجتمعي يريد من أهدافه مجتمع عادل، يملأ الأرض شنو؟ قسطا وعدلا. هو تغيير مجتمعي. شنو تغيير مجتمعي؟ هو هذا نحو الأحسن. هو هذا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت، كما هو اليوم حاصل في الأرض كلها. ظلم وجور. هالشكل هذا. الزهراء تقول العدل تنسيقا للقلوب، تقول أم النبوة والإمامة سلام الله عليه. شلون عبارة دقيقة؟ زين، البارحة قلنا بهاي الفقرات اللي قريناها قبل شوية يدخل المضمون التاريخي على المضمون الاجتماعي. انتم بحقبة زمنية هيك كنتوا، من اجى ابوي هيك صرتوا. هذا مو بس ناظر الى جانب اجتماعي، وانما الى جانب ماذا؟ تاريخي. تاريخي، ما قبل النبي وما بعد النبي. هذا قلنا اذا ربطنا هذا الجانب بهذا الجانب صرنا امام ساحة مليئة بالكنز معرفي، معلومات وصراعات واخبار ونستفيد منها حقيقة. زين، والبارحة قلنا شلون مثلا نستفيد منها. قلت واحد، إذا يتذكر الأحبة، لما نجي للوضع التاريخي أو الجانب التاريخي أو المضمون التاريخي مثلا، راح نلقى جانب اقتصادي في المضمون التاريخي على المستوى الإيجابي وعلى المستوى السلبي، على مستوى النجاح وعلى مستوى الشنو؟ الفشل. جبنا مثال لكل واحد منهما، يوم ما جبنا البارحة. ها؟
جبنا مثال لكل واحد منهم البارحة، يوسف وقارون جزاكم الله خير. زين ألقى بس هذا بالمضمون التاريخي بس هذا العنوان؟ لا، أجيب لك عنوان ثاني. شنو هو العنوان؟ مثلا عنوان ثقافي معرفي مرتبط بحقبة تاريخية معينة، مثل شنو؟ مثلا إبراهيم عليه السلام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أثبت وجود الله تعالى من خلال استدلال، من خلال دليل، من خلال برهان، من خلال علم، من خلال حالة علمية متينة، وفي مجتمع المفروض كان يفهم هذه الحقائق فيؤمن بها في الواقع. هسه إبراهيم لما فعل ذلك بحقبة زمنية معينة يولا، ها؟ يعني مضمونها تاريخي، ولكن نخليلها يا عنوان، عنوان معرفي، عنوان شنو؟ علمي، عنوان ببرهان ودليل وحجة. أقدر أستفيد منها بالحاضر والمستقبل؟ نعم أقدر. مثل ما الجانب الاقتصادي قبله أقدر أستفيد منه بالحاضر والمستقبل؟ نعم أقدر بالحاضر والمستقبل، هم أقدر أستفيد منه في الواقع. زين عنوان ثالث، عنوان جدال بالتي هي شنو؟ أحسن. وين؟ إبراهيم نمرود، هناك إبراهيم قومه، هنا إبراهيم نمرود. ألم ترى كذا الحاجة إبراهيم في ربه آتاه الله الملك، إبراهيم قال له ربي يحيي وقال له أنا أحيي وأميت، مناظرة بالتي أحسن، جدال طبعا بالتي أحسن من قبل إبراهيم، أما ذاك كان قال له أنا أحيي وأميت. شلون تحيي وأميت نمرود؟ قال هذا سجين راح أطلع أحييته وهذا سجين راح أقتله موته. طبعا هذا مو جواب علمي، شوفني هذا شنو؟ إبراهيم ما راد يناقشه ويضيع وقته، هذا جاهل ما يفهم نمرود. فش قال له؟ قال له ربي يأتي بالشمس منين؟ من المشرق. أنت منين تأتي بها أريدك؟ من المغرب. فبهت الذي كفر. هسه هاي حقبة تاريخية لو مو حقبة تاريخية؟ حقبة تاريخية، عنوانها مناظرة جدال بالتي هي أحسن، أقدر أستفيد منها بالحاضر والمستقبل؟ نعم. مثل الجنبة الاقتصادية، مثل الجنبة العلمية الثقافية، هاي جنبة الحوار والنقاش بالتي هي أحسن، أتعلمها من إبراهيم وأعمل على أساسها، وهي مرتبطة بجانب تاريخي. إذن إيش قد مهم الجانب التاريخي؟ إيش قد أقدر أستفيد منه بمجالات شنو؟ عدة، أحسنتم، مو بمجال واحد. بعد جانب سياسي، أنا أدري من أقول جانب سياسي الإخوة كلهم يتقززون من هاي الحكاية، لأنه الجانب السياسي عندنا شنو؟ بشع وسيء إلى درجة ما لها نظير، صحيح ولا؟ فأدري شبابنا أصلا يتقززون، تلعب روحهم من هاي الحكاية الآن أعرف، بس أنا أقصد الجانب السياسي الإلهي، مو الجانب السياسي الشيطاني الدنيا واللي نشوفه إحنا اليوم بالأرض كل مكان، مو هذا الجانب القدر البشع اللي نشوفه، وإنما جانب سياسي شنو؟ إلهي، ليمثلوا الأنبياء والأئمة عليهم السلام، مثل داود لما حكم حكم عادل، مثل سليمان لما حكم، مثل ذو القرنين كعبد صالح لما حكم، مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه لما حكم علي بن أبي طالب، اللي مسيحي ممنوع يمد ايده شد لراتب من بيت المال، ممنوع مسيحي يكون فقير بدولة علي بن أبي طالب فضلا عن المسلم، اللي نصرانية يدخلون عليها بالأنبار يأخذون الحجل مالتها، علي بن أبي طالب يصعد فوق المنبر كل غضب يقول فلو أن امرئا مسلما سمع بذلك ومات ما كان عندي ملومة، بدولتي طبون على مرأة آمنة وإن كانت نصرانية ويأخذون ذهبها لو واحد يموت ملومة على هاي المأساة. فأرواح الناس تكون محفوظة بدولة علي بن أبي طالب، ممنوع واحد يمس أرواح الناس يو أموال الناس يو أعراض الناس، ما يقبل علي بن أبي طالب ويتخذ إجراءات سريعة علي بن أبي طالب. أنا أتكلم عن الجانب السياسي هذا، يمثل علي بن أبي طالب، يمثل داود، يمثل سليمان، يمثل ذو القرنين. واضح الكلام؟ الجانب السياسي مثلا اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به
أزري أشركه في أمري. جانب سياسي، وهذا بحقبة زمنية معينة، ومو بحقبة زمنية معينة، حقبة زمنية شنو؟ معينة. هذا حقبة زمنية معينة نقدر نستفيد منه بالحاضر والمستقبل؟ نعم. مثلا النبي من بعد هاي الحقبة الزمنية بما أدري مئات آلاف السنين، النبي قال أنت مني بمنزلة شنو؟ فهذا الجانب السياسي النبي صلى الله عليه وآله خلاه إلو الأمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان ماضي هو، لكن النبي وظفه يوم ما وظفه، وظفه استفاد منه، مع أنه بين النبي وبين ذاك الموقف مثلا مئات السنين أو لعله آلاف، وللآلاف أقرب الأمر، يعني آلاف السنين بين النبي صلى الله عليه وآله وبين موسى وهارون، النبي وعلي موسى هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي فأنت خليفتي من بعدي، اخلفني في قومي. أحسنتم، اخلفني. موسى يقول لهارون اخلفني، أنت خليفتي، أنت مني بمنزلة هارون، أنت خليفتي، أنت وزيري، أنت شريكي بأمري، أنت 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 يا علي. أكو فاصلة كبيرة حقبة، بس النبي صلى الله عليه وآله استفاد منها للحاضر والمستقبل مع أنها قديمة. هسه بعد ما أتذكر مجالات شنو لحد الآن، كم مجال أنا ذكرت؟ أربعة خمسة، والله ما أتذكر. أربع مجالات لحد الآن ذكرت، وهناك مجالات أخرى. كل ما تفكر أقول إحنا أمام الجانب، أنا هسه خلي أقول لكم قضية أخرى اليوم حضرها الأحبة، عافوني لو تعبوا مني وياي. والله شوفني هذا الملف القرآني اللي اليوم كنت أقرب سورة الأنفال ولقيته، لفت نظري سبحان الله، وإذا أربط بحثي فقلت خلي أقراد الإخوة. مثلا شوفوا استحضار الملف السابق للحاضر، للملف الحاضر والمستقبل. هاي سورة الأنفال بين يدي، يقول تعالى، شوفني عيوني، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني الملائكة يتوفون الذين كفروا، هو الملائكة يتوفون الذين آمنوا طبعا، والملائكة هم يتوفون الذين شنو؟ كفروا. الذين آمنوا من يتوفوهم يستقبلوهم سلام عليكم، والذين كفروا، شوف القرآن شو يقول، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني من يأخذون روحة. أنا قاعد أقرأ قرآن، ترى قرآن هذا، يعني ما قاعد أسولف شيء، قرآن هاي سورة الأنفال. يقول الذين كفروا من الملائكة تأخذ روحة، أكو ملائكة يضربوه على وجهه، وأكو ملائكة يضربوه وين؟ على ظهره مثلا، فهو يحصل ضرب من الأمام ومن الخلف أثناء ما يقبضون شنو؟ روحة. هسه ليش من الأمام والخلف القرآن يذكر؟ أنا شفت بعض المفسرين يقول، هذا رأي ما أدري صحيح مو صحيح الله أعلم، رأي موجود بكتب التفسير، هسه بعدش مدريني أنا شنو، احتمال أطرحه على نحو الاحتمال وأقول وراء والله العالم. يقول هذا المفسر، يقول أنا تدبري تأملي أوصلني لهذا الأمر، أنه يضربوه على ظهره ويضربوه على وجهه، الملائكة اللي يستقبلوه العالم البرزخ يضربوه على وجهه باعتبار هو جايهم، والملائكة اللي طلعوه من عالم الدنيا يضربوه على شنو؟ على ظهره. يعني ذولا يقولوا له تروح لذاك العالم يضربوه على ظهره، فتستقبل ملائكة ذاك العالم يضربوه شنو؟ على وجهه. يقول أنا هيك أفهم الأمر، هذا على نحو الاحتمال، لو وارد عن آل البيت انبت به، لكن بما أنه وارد عن مفسر احتمال باحتمالات. زين، أنا مو هذا كلامي، كلامي الحاضر، نستفيد من الماضي للحاضر شوف القرآن شو يسوي. الله يقول للنبينا، شوف، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طبعا هنا عذاب الحريق بالآخرة وبالبرزخ حسب الظاهر والله العالم بالبرزخ، لأن البرزخ إما روضة من رياض الجنة يو شنو؟ يو حفرة من حفر. زين، ليش ذوقوا عذاب الحريق؟ ليش يضربون وجهه وظهره؟ ذلك بما قدمت أيديكم. بشنو قدمت أيديهم؟ ذنوب، آثام، معاصي. هذا تقديم الأيدي مشكلة كبيرة.
أضرب لكم مثال يعني هم بالقرآن الكريم، خلينا نسوي توأمة ومقارنة بين الآيات القرآنية حتى نطلع بنتائج. ما أدري، أنا أخاف الليلة تعبت الأحبة، بس هو البحث حلو. بنو إسرائيل لما ادعوا أن الآخرة خالصة لهم، ادعوا أنهم أحباب الله، ادعوا ما ادعوا، رب العالمين شنو قالهم؟ قالهم فتمنوا الموت إن كنتم. بعدين شنو يعلق رب العالمين؟ ولا تمنوا أبدا. ليش؟ لما قدمت أيديهم، هم قدمت أيديهم. يقول الموت ما يتمنوا، السبب قدمت أيديهم من ذنوب وآثام ومعاصي وقتل وظلم و و و و و و و هاي تقديم الأيدي مشكلة، هاي تقديم الأيدي. فهنا يقول يضربون الكفرة، يضربون وجوههم وظهورهم ويقولوا لهم ذوقوا عذاب الحريق. ليش؟ يقول ذلك يعني العلة، ذلك بما قدمت أيديكم يا كافرين، يعني وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله ما ظالمكم يحرقكم، أنتم بذنوبكم وقدمت أيديكم تحترقون. ما هو علي الدور شنو يقول القرآن الكريم؟ فأخذهم ها الدور القرآن الكريم هكذا يقول، يقول كدأب آل فرعون. طبعا القرآن قاعد يتكلم عن الذين كفروا لما نزلت الآية، يقول ذولا مثل حالهم حال آل فرعون. آل فرعون قبل يو بعد؟ قبل. فالقرآن ايش ربط؟ بالماضي. شوف كدأب آل فرعون بس والذين من قبلهم. هذا استمرار الكفر اللي مروا به آل فرعون. طبعا كدأب هنا الكاف كاف تشبيه، قاعد يشبه الكفار اللي يموتون بمنو؟ بآل فرعون. شنو صار مصير ذولاك؟ يصير مصير ذولا. فالسنن والقوانين اللي حاكمة على ذولاك هي نفسها حاكمة على شنو؟ ذولا. وكفر ذولا يشبه كفر ذولاك، فالنتيجة ذولا هم مصير مثل نتيجة ذولا. يقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. هاي هنا أنا يتكلم عن حيثية الكفر ككفر آل فرعون، النتيجة كنتيجة آل فرعون. هاي يا آية مولانا آية 50 51 52 الأنفال، أنتقل وياكم الآية 53، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الله تعالى هم شنو؟ غير. غيروا الإيمان بالكفر، رب العالمين النعمة هم اللي كان منطيهم إياه يغيرها إلى نقمة مثلا، هم يغيرون رب القانون هم شنو؟ الدور شي يقول هسه بالبداية تكلم عن الكفر، بهاي الآية تكلم عن التغيير، لكن الحيثية الجامعة يقول كدأب آل فرعون هم نفس يعني نفس الآية من بعد هم رجعنا يعني آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. فبالكفر كآل فرعون وبالتغيير ورب العالمين يغير كآل فرعون. هاي بيا سورة قلنا الأنفال، تعالوا ياي السورة آل عمران آية 10-11، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. هاي هم بآل عمران، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا هناك كفروا هنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. حيثيات الكفر، حيثيات التغيير، حيثيات التبديل، حيثية أن يستغني الإنسان عن الله بأمواله وأولاده، كلها القرآن يربطها بمنه؟ بآل فرعون. يظهر آل فرعون ذني كلهن وقعوا بيهن، فلهذا رب العالمين خلاهم مثل سيء
لكل كفر الجحود، كفر النعمة، كفر بقية أنواع الكفور، كدأب آل فرعون، يشبههم بآل فرعون. فبالنتيجة الماضي نستفيد منه للشنو؟ للحاضر، وبعد وللمستقبل، لأن هي الأحداث عادة تكون متشابهة، والسنن والقوانين اللي تحكم هاي الأحداث لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله شنو؟ تحويلا. هو القانون نفس القانون، فلما يكون الفعل نفس الفعل يجري القانون على هذا الفعل سنة 2021 كما يجري على الفعل قبل 10,000 20,000 50,000 مليون سنة. حس هذا بالجانب الإيجابي، بكرة أنت بالجانب السلبي العفو، بكرة أنتقل للجانب الإيجابي إن شاء الله تعالى. طولنا عليكم. أنا هذا الكلام كله جبته على شنو؟ لما يتداخل الجانب التاريخي مع المضمون الاجتماعي الأمر يكون بثراء، الأمر يكون بفوائد جمة. وهذا الأمر كله استفدناه من خطب سيدات البيت النبوي، وخصوصا بهذا التداخل ما قالته الصديقة الكبرى سلام الله عليها، كما قرأت على مسامعكم الكريمة بعض فقرات خطبتها المرتبطة بهذا الأمر كمضمون اجتماعي وتاريخي أيضا، حقبة قبل حقبة بعد. هسه أنا اللي ركزت على الجانب السلبي، بكرة أراويكم التشابه ونفس القوانين الحاكمة بالجانب الإيجابي. هاي نتركها إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. زين. يوم إمام زمان صلوات الله وسلامه عليه، يوم إمام زمان، يوم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا في الواقع. يوم إمام زمان صلوات الله وسلامه عليه، واليوم تعرض أعمالنا على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، تعرض الأعمال على صاحب العصر والزمان فيقرأ أعمالنا، إن شاء الله يشوف ختام أعمالنا تعزية على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. انهضوا خلي الرواية من الشرى، واصلب الجبتين من فوق الشجرة، وصيح ضلع أمي الزهرة اشكسرة، والله صيح ضلع أمي الزهرة اشكسرة اشكسرة، من غصب حقها وهاج حزانها، من غصب حقها وهاج حزانها. شاعر ثاني يقول له يا هلالا غائبا عن كل عين، وضياء ساطعا في الخافقين، قم ونادي يا لثارات يا هلالا غائبا عن كل عين، وضياء ساطعا في الخافقين، قم ونادي يا لثارات يا لثار النحر والشيب الخضيب، يا لثار النحر والشيب الخضيب. سيدي أبا صالح ننعى على أمك الزغرة، نقرأ على أمك الزغرة، نبكي على أمك الزغرة في ليالي أمك الزغرة، نظرة من عينك الكريمة إلينا يا أبا صالح، يا مهدي يا آل محمد بجدك الحسين عليه السلام. فاطمة توصي المرتضى لما نجي يودعها، يا علي بن الجنازة لو رايد تشيعها، وعدواني لو رادت تجي تحضر بدفن منعها، بلحد بعطف نيم لي مصيوبة لا تلجم، بالقبر نزل الوصي فوق
اللحد والسدد جفوف الجسد تلقته والمرتضى يشاهده. عجيب جفوف من القبر يعني، ولليل جفوف المصطفى خير البشر والده. يا ابويا جنت بلا ستر ما خجله وحشموني، يا المصطفى وعنهم لذت وبكل حقد حصراني. ريتك الحال تنظر لما انطحت على الغبر ينشد قام المصطفى والدمعة تجري بعينه. يا فاطمة بهذا الوضع حيدر علي جاوينه. ينظر لضلعك ينكسر والصارم على يمينه. تقول له يا ابويا المرتضى اصحابك مكتفين، ادري العذر مو شانه يصير انكتف بيمانه. هنا انا جبت هالابيات على هالبيت هذا. ضلعك يقلها ينجبر ابنك المهدي جبره يا إمام زماننا. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. يا أبو صالح ضلعت يقلا ينجبر ابنك المهدي جبرة، وشي جبر ضلوع الذي طارد الخيل بصدره، وشي جبر ضلوع الذي طارد الخيل بصدره. حسين الذي ذبحونه فوق الثرى يعيفونه، حسين الذي ذبحونه فوق الثرى يعيفونه. زينب تقول لحسين يا نبضات يا دلال قلب ويا نبوض، اسمع الطايح على الثرى وجيتك ركب. حسين يا سباح قلب ويا نبوض، اسمع الطايح على الثرى وجيتك ركب. والله خويا جيتك ركض لكن شفت الخيل بضلوعك تروض. دوس صدرك يا وسف طول بعروض، ويمك المختار نايم على أرض يصيح يا ابني من يحامل العروض. أود عليك يا أبا عبد الله ركضت لك زينب يوم العاشر، رأتك بين الخيول يا أبا عبد الله. شنو أقرأ عليك أبا عبد الله؟ شافت الخيل تدوس على صدرك يا حسين يا حسين. الله أكبر. يا طرش بمسراك عجل، يا طرش بمسراك عجل، والله يا طرش بمزراك عجل، وركب ذلول الما تجل، وسير من منزل لمنزل. اسمع هالابيات. يا طرش بمزراك عجل، وركب ذلول الما تجل، وسير من منزل لمنزل، من كربلاء الطيبة تصل. يا يابا من كربلاء الطيبة تصل، تلقى حمام بكاسر الظل، ولا بالك ديوان حول، ولا سلمت قامولك الكل، وانشد على محمد وقبل ايده ومتنه والرجل. يابا وانطى الكتاب ودمعك يهل، انطى الكتاب ودمعك يهل، ولا قام يقرا ويستمل، ولا قام ينفخ نفخه الصل، ولا شفت وجهه ثقل ودجل عن وجه اخويا اللي اثميل، ترى اللي اثمن يختاض يكتل. يا ابو يا ترى اللي اثمن
كل يا بو خوادك سبايا ومسين الذل يسيرات من منزل لمنزل وخوادك يسيرة ومسين الذل مسين الذل يسيرات من منزل لمنزل يا وصفة عليكم يا وصفة علي زينب مولانا جدت للحسين يوم العاشر هالبيت وأسألكم الدعاء تصيح وحسيناه هذا صوت الأرض وصوت جبرائيل بالسماء وحسيناه فيلتقي صوت الأرض بصوت السماء تصير الصيحة واحدة الصرخة واحدة وحسيناه إلى أن لقت الحسين بهالحالة هذه وبهالسبعين ألف خيال بين سبعين ألف خيال لقت الحسين وقفت يمه تقول له يا حسين جيت شلون جاي يأشرون يا بنو علي يا بي يقولون 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 يا الغاشمية محتارة وتطر جيوش مية يا بي محتارة وتطر جيوش مية نعت بي على راعي الحمية عباس خويا قوم لي